لكن عندنا سؤال مهم جدا، هل هنا القانون ساب الأمر على المشاع إن أي شخص معاه شهادة معاملة أطفال يقدر يرتكب أي جريمة وبدون عقاب؟ وهل لا يوجد أي رقيب على هذه النوعيات من الشهادات؟ يعني أي واحد معاه شهادة خلاص يسلم بيها إن الشخص ده يعامل معاملة الأطفال ولا رقيب على هذه الشهادات؟ والإجابة قطعا لا، يوجد رقابة ورقابة صارمة حاليا على شهادة معاملة الأطفال أو على هذه النوعيات من الشهادات. واللي كل الناس لازم تفهمه إن هذه النوعيات من الشهادات أو بالأخص شهادة معاملة الأطفال لا تعفي من العقاب إلا بعد عرض المتهم على لجنة طبية مستقلة لبيان مدى قوة إدراكه العقلية. يعني الشهادة دي بتقدم للمحكمة والمحكمة بتاخد بيها بنسبة ضئيلة لحين عرض المتهم على لجنة طبية هي اللي تفصل في هذا الأمر وتوضح بالفعل الشهادة دي سليمة ولا لأ، والمتهم فعلا ناقص الإدراك أو فاقد الإدراك أو كامل الإدراك. وبعد الرأي النهائي يتم طبعا الحكم في القضية بناء على رأي اللجنة الطبية المستقلة. ولكن أي واحد معاه شهادة معاملة أطفال لا يسلم بيها إن هي حقيقية وسليمة ومظبوطة إلا بعد العرض على لجنة طبية، وده لأن اللجنة الطبية بتقدر إن هي تكشف على المتهم وتتابعه فترة من الزمن مش لمجرد الكشف الظاهري فقط. فبالتالي لو كان فاقد للإدراك هيبان أثناء الكشف وأثناء المتابعة، ففي حالة إثبات إن هو بالفعل فاقد للإدراك العقلي هنا هيتم إعفائه من الجريمة لفقدان الركن المعنوي للجريمة ولعدم مسؤوليته عن تصرفاته. أما في حالة إثبات إن المتهم مدرك تماما لكل أفعاله ومسؤول عنها وسلامة إدراكه العقلي سليم تماما، هنا لا يعفى تماما من العقاب حتى لو معاه شهادة معاملة الأطفال، يتم إلغائها وعقابه مثله مثل أي شخص وإلغاء شهادة معاملة الأطفال تماما. وده لأن القانون عندنا وضع ضوابط وشروط لانعدام المسؤولية الجنائية والعقاب وأسباب الإباحة التي من ضمنها انعدام الإدراك العقلي وليس نقصان الإدراك أو المرض النفسي. وده لأن انعدام الإدراك العقلي عند المتهم بتمنعه تماما من سيطرته على كل أفعاله، وأيضا بتمنع تكوين فكرة العقاب لديه. يعني هو مش بيكون عارف أنا لو عملت كده أنا هتعاقب أو هيجرالي حاجة، هو بيرتكب أي فعل أو أي تصرف بدون أي مسؤولية منه وبدون أي فكر الفعل ده هيوصله لإيه بعد كده. فبالتالي هذا المرض يعفي من العقوبة. ونقدر نقول بكل صراحة إن شهادة معاملة الأطفال للشخص الفاقد تماما للإدراك العقلي تجعله بالفعل يعامل معاملة الأطفال ولا يسأل جنائيا عن أي فعل يرتكبه. ولكن طبعا الأمر غير مستباح كده إن أي شخص يقتل في الناس ويرتكب جرائم ولا يتم عقابه. الموضوع ده ليه ضوابط برضه، يعني هي مرة أو مرتين على أقصى تقدير في حالة ارتكاب العديد من الجرائم بيتم إيداع المتهم في إحدى المصحات النفسية والعقلية للتأكد تماما أنه في حالة خروجه يصبح غير خطير وغير خطر على المجتمع، ولكن في حالة أنه ما زال خطر على المجتمع يفضل موجود داخل المصحات النفسية والعقلية. لأن طبعا ما ينفعش أن هم يسيبوا شخص ماشي يقتل في الناس والعذر أنه هو معاه شهادة معاملة أطفال. أكيد طبعا ده كلام فاضي، مفيش أي مشرع أو أي دولة هتغفل عن هذا الأمر. وطبعا المنع من العقاب هنا طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، ولكن برضو المادة 62 من قانون العقوبات وضحت ان ليس الادراك العقلي فقط او ليس انعدام الادراك العقلي فقط هو الذي يمنع العقاب. وزي ما قلنا ان المرض العقلي هو الذي يعفي من العقاب، ولكن برضو في نقطة مهمة جدا ان ايضا المرض النفسي بيعفي من العقاب ولكن في حالة واحدة، ان يتم انعدام الادراك العقلي نتيجة المرض النفسي. يعني واحد يكون مريض مرض نفسي والمرض النفسي يبدأ يتطور معاه ويتطور الى ان يصبح فاقد تماما للعقل الخاص به ويصبح غير مسؤول عن افعاله. ففي حالة ان يكون عندنا شخص مريض مرض نفسي شديد والمرض النفسي ادى الى فقدانه للادراك العقلي وبقى معاه شهادة معاملة أطفال نتيجة هذا الأمر أو هذا المرض، هل يعفى من العقاب؟ بالفعل يعفى من العقاب ومن المسؤولية الجنائية لأنه أصبح فاقد تماما للإدراك العقلي. أما في حالة لو كان مريض نفسي أو أي مرض آخر جعله ناقص فقط للإدراك العقلي، ناقص وليس فاقد، في حالة نقصان الإدراك العقلي لا يعفى تماما من العقوبة ويعاقب تماما مثله مثل أي شخص، ولكن أكيد المحكمة بتراعي هذا الأمر في تحديد العقوبة الخاصة بالمتهم. يعني متهم مريض مرض نفسي عنده نقصان للإدراك العقلي، أكيد المحكمة مش هتعاقبه زي ما يكون في شخص سليم تماما فكر ورتب وخطط ونفذ خطته وجريمته دون الخوف تماما ودون أي اعتبار، فأكيد ده مش هيكون زي ده. النقصان العقلي طبعا المحكمة بتاخد بيه ولكن في تخفيف العقوبة فقط وليس انعدام العقاب. وطبعا من ضمن هذه الأمور أو كل هذه الادعاءات من شهادة معاملة الأطفال بيكون عندنا هنا ادعاء الجنون. ففي حالة ادعاء الجنون من أي متهم وادعاء أنه فاقد للإدراك والعقل تماما يتم تحويله وإيداعه إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالطب النفسي والأمراض العقلية ومتابعته لمدة 45 يوم. ففي حالة إثبات أنه بالفعل مريض مرض عقلي أدى إلى فقدان العقل الخاص به هنا يعفى من العقاب
وتصبح الشهادة شهادة سليمة تماما. أما في حالة أن المتهم ما عندوش أي حاجة والشهادة اللي معاه دي شهادة جايبها بالفلوس أو شهادة مزورة، يتم إلغاء هذه الشهادة وعقاب المتهم زيه زي أي متهم تاني.